السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هنا تكونوا بخير وصحه ان شاء الله. راحكم معايا في القناه نطبخ سميره. غبت عليكم واحد المده، كان عندي شي ظروف. اليوم رجعت، جبتكم حلوه كما العاده، سهله وبسيطه واقتصاديه، وواحد الحلوه ما نقولكمش، ضروري خصكم تجربوها. كتجي مشقه خفيفه، كدوب البنات رائعه، واحد المذاق غزاله، يعني واحد الخفه اللي فيها ما نقولكمش روعه، وسهلة وبسيطة جدا في وقت قصير جدا. كنحصلوا على واحد الطبق ديال الحلوة ما شاء الله كبير، طريقة سهلة جدا. بقوا معايا وشوفوا مقادير والطريقة ديال التحضير اللي سهلة جدا. نتمنى تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحب باش الفائدة. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا خير وفرجة ممتعة. بسم الله، غادي نبدأ على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، عندي كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام، كاس الا ربع ديال النشا او المايزينا ما يعادل 80 غرام. عندي هنايا واحد اللافه صغيره ديال الكاوكاو اللي قشرته وحمرته في الفران وهرمشته هكذا، يعني مطحون غير خليته شويه مهرمش غير قليل باش كيجينا زوينه في العضه. انا درت 170 غرام، انتم كيبقى لكم اختيار تزيدوا او تنقصوا. عندي زوج صفار ديال البيض البياض خليناه للتزيين، عندي ساشي ديال الفاني، 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى او بيكن باودر او 7 غرام، قبصه ديال الملح، وعندي الدقيق اللي مغربل او الفارينه على حساب الخالد. غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه السكر، غادي نضيف الشاصي ديال الفاني، قبصه ديال الملح، غنضيف هاد الزبده. انا درت زبده حيوانيه، نتوما كديروا اي زبده كتفضلوها، خص المذاق يكون زوين باش كتجينا الحلوه زوينه. غادي نضيف هاد الصفار ديال البيض، غادي نخلط مزيان حتى كيرجع الخليط بحال الكريمه. حتى كيبدا يدوب معنا شويه السكر، ملي كيرجع هكا الخليط كريمي، دابا غنضيف هاد النشا او المايزينا، وغادي نرجع نخلط حتى كينسجم ليا مع هاد الخليط. كنخلط غير شويه لان هي كتر. حلوه سهله، كتجي اكثر من رائعه، كتخرج كميه كبيره. اللي بغات غير القلي يعني كتقسم المقادير على زوج. دابا غنضيف هذا الكاوكاو او الفول السوداني، اللي بغات تبدل بشي مكسرات اخرى تقدر تبدلها، يعني ماشي ضروري دير الكاوكاو، تقدر ديروا حتى جنجل او السمسم، تقدر ديروا اللوز اللي توفر عندكم اللي كيعجبكم. غادي نخلط مزيان حتى كينسجموا هاد العناصر. دابا نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، غنضيف هاد 8 غرام ديال الخميره ديال البيكنج باودر، غادي نحيد الفويو، غادي نستعمل يدي. بالنسبه للبنات المبتدئات دائما دقيق شويه بشويه، باش ما تجي لكمش قاسحه، الا مشات احتاجت قاسحه ما غاديش تجي لكم زوينه. ملي جمعت العجين خصها تكون هكا رطبه وما تلصقش في اليدين كما كتشوفوا. انا خدات لي 310 غرام ديال الدقيق ما يعادل لها الكؤوس، واحد الملعقه كبيره،
ونتوما على حسب حجم ديال البيض وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. صافي دابا غنمشيو نشكلوا الحلوه. كنجيب السن ديال الفران كندير فيه ورق الزبده اولا كدهنوه. صافي كنجيب هكا العجين وكنبدا كنسرح فيه بهذه الطريقه باش كيجي لنا سهل الخدمه. ديروهاش رقيقه ديروها شويه غليظه باش كتجي لنا الشكل ديالها زوين يعني متوسطه. صافي كنجيب غير الكاس نقطع غير بالكاس. تقدر تقطعوه بشي حاجه دائريه ماشي ضروري. صافي كنبداو نقطعو هكذا على شكل هلال هذا الشكل. كنجيبو شي حاجه كنهزو بها بهذه الطريقه هكا كيكون السمك ديالها وكنحطوها في السني ديال الفران. الشكل ديالها كيجي رائع. بدون تابع غير بطريقة سهلة. تقدر ديروها يعني عريضة او رقيقة كيبقى لكم الاختيار. وكنستمر هكذا حتى غادي نكمل كلشي الحلوه. كما شفتوا راه ما كتلصق لا ولا على سطح العمل لان فيها الزبده. صافي ملي كنكمل كنجمع عاد داك اللي بقى ليا داك الاطراف كنضيف عليها عاد العجينه وكنسرحها وكنشكل. كنستمر هكذا حتى غادي نكمل كلشي العجين. الفران سخن درته يسخن على 180 درجه. ملي كملت السني الاول باقي لي عاد العجينه كنجيب هذاك البياض ديال البيض ضربته هكا بشويه بالفرشيط غادي ندهن به هكا الحلوه من الفوق. وغادي نزين هكا باللوز ايفيلي. كيبقى لكم الاختيار كتزين كتزينوا باي حاجه بغيتوها. كنهمشوا شويه هكذا وكنزين به. تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش او كاوكاو ايفيلي اللي كيعجب لكم. كنستمر هكذا حتى غادي نكمل الحلوه. صافي ملي كملت التزيين غندخلها الفران اللي سخون لتحت والفوق على 180 درجه. غنديرها في الوسط ملي تطيب وتحمر غنجمعكم. اي البنات الحلوه ديالي ملي كملتها كتجي اكثر من رائعه يعني كلمه رائعه قليل في حقها. كتجي مشقه خفيفه يعني واحد الهشاشه ما نقولكمش. وكتجي شويه مرمله بهذاك الكاكاو اللي كخليوه شويه مهرمش مع المذاق ديال الكاوكاو الفول السوداني وهذاك الزبد الحيوان كتعطي واحد المذاق رائع. كما تشوفوا الشكل ديالها كيعبر على انها زوينه جدا رائعه. كما شفتوا مقادير بسيطه جدا وما كتاخذناش وقت طويل وكنحصلوا ما شاء الله على واحد الطبق اللي كبير ديال الحلوه بحجم كبير يعني بطريقه سهله جدا وبسيطه. شوفوا البنات كي كتجي رائعه البنات ما تشبعوش منها. تمنى تجربوها وتعجب لكم. انا متاكده غتعجب لكم. تمنى تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء اللي حبتوا الفائده. كنشكركم بزاف جزاكم الله عنا كل خير. حتى الفيديو اخر وصفه جديده والسلام عليكم في رعايه الله.